بالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد باستاد مختار التتش عشان يقول لنا كل الامور والاجواء اللي بتتعلق بتدريب النادي الاهلي وبدايه استعداداته لمباراه الاتحاد السكندري ان شاء الله بعد بكره. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، خلينا نطمن من خلالك على استعدادات النادي الاهلي وخصوصا الفريق ابتدى النهارده استعداداته بعد اجازه 48 ساعه وبعد العوده من النيجر، استعدادات مهمه لمباراه غايه في الاهميه لا تقل عن مباراه الزمالك المؤجله اللي كانت المفروض تقام يوم الاثنين. فريق الاتحاد فريق كبير جدا وفريق محترم، بالتالي طمنا بشكل كبير جدا يا كريم على الاستعدادات. بالتاكيد طبعا يا امير، يعني مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي وتحدي جديد في بطوله الدوري العام. اكيد كنا بنامل ان كل مباراه تكون في موعدها، سواء مباراه الزمالك كانت تقام في الميعاد، النادي الاهلي ما عندوش مشكله هيقابل مين، على قد ما عنده الامور كلها تكون ماشيه بشكل مطمئن جدا وماشيه بشكل طيب كل مباراه تكون في الجدول. لكن طبعا اكيد قرارات الامن محترمه بشكل كبير، الاستعدادات على قدم وساق بالنسبه للنادي الاهلي لمباراه الاتحاد السكندري اللي هتكون ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام يوم الاثنين الساعه 7:30. الجهد كبير جدا يا امير والتركيز على اعلى مستوى بالنسبه لكيفن جونسون مدرب فريق النادي الاهلي. يمكن زي ما اكدت وقلت انت محاضره فنيه النهارده كانت طبعا فيديو كونفرنس مع موسيماني، الراجل يمكن على طول لحظه بلحظه بيتابع مع الجهاز الفني بالكامل. والحقيقه طبعا يعني كيفن جونسون حابين ان احنا نشيد بيه ونوجه له الشكر، لان الراجل الحقيقه المباراتين اللي فاتوا ومجهوده الكبير مع فريق النادي الاهلي بيطمننا وبيطمن كل جماهير النادي الاهلي، وما بيكون في كفاءات بشكل كبير في الجهاز الفني، ده امر بيسعد كل الجماهير. وايضا كمان بيرجع لمجلس اداره النادي الاهلي وموسيماني ان في عدد من مدربين متواجدين، كابتن سامي يمكن على قدر مسؤوليه كالعاده، كيفن جونسون موسيماني في وجوده، فيمكن دي حاجه مطمئنه وبتطمننا بشكل كبير جدا مع الكفاءه والجهد الكبير والاصرار اللي بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي. يمكن انت اتكلمت على مروان، اتكلمت على وليد حسين الشحات، الثلاثي النهارده امير متواجدين في التدريبات بكل جديه وبكل قوه. مروان بيعلن جاهزيته النهارده، كان مميز جدا الحقيقه في التدريبات، واضح اصراره وعزيمته، يمكن راجل مركز بشكل كبير. يمكن انت اتكلمت على اكتر من نقطه ان الهجوم والنقد، لكن مروان من اللعيبه المميزه جدا والممتازه جدا، محطه مهمه جدا. سوء التوفيق اكيد بيقابل كل اللعيبه، مش معنى ان انا ما احرزش اهداف ده امر يرجع لعيب، لا ده سوء التوفيق فقط. لكن مروان الحقيقه بيقوم بجهد كبير جدا سواء في البطولات الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام، بجانب وليد سليمان كمان النهارده كان ظاهر بشكل طيب ورائع. كل اللعيبه دي بتدينا طمانينه وبتدي الجمهور طمانينه ان هي راجعه من جديد. حسين الشحات كان ظاهر بشكل طيب جدا النهارده، لسه بقى منتظرين بقى باذن الله ناصر يرجع لنا تاني من جديد، واجاي وكمان كريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود، كل اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله ترجع مع الفتره اللي جايه للدخول في المنتخب الافريقي بقى وكاس العالم للانديه، وامور عديده ومباريات عديده وبطولات عديده ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه. النهارده كالعاده امير التدريب كان قوي جدا بعد الراحه اللي يمكن اعطاها الجهاز الفني، لعيبتنا وصلت الخميس جمعه راح النهارده اول التدريب، بدا بالمحاضره ثم بدا الجزء بدني بسيط جدا، لكن الجزء الاكبر النهارده كان جزء تكتيك. النهارده الراجل عمل تقسيمه بطول الملعب، حاول ان هو يركز على التمركزات، الاخطاء في خط الظهر في التمركزات بالنسبه للهجوم، كان في تعليمات مهمه جدا لمحمد شريف ومحمد طاهر النهارده وايضا كمان اليو ديانج. يعني الراجل بيحاول ان هو اكيد مع بيتسو موسيماني يكون في شكل للمباراه القادمه، سواء من التشكيل وبعض المهام كمان ممكن تكون مختلفه بشكل كبير جدا. ويا رب ان شاء الله بنتمنى ان النتيجه النهارده بالليل سواء لرامي ربيعه على ليا موسيماني، يعني كل اللعيبه اللي فاتت طبعا ان شاء الله باذن الله تكون النتيجه سلبيه باذن الله مع لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي عملت مسحه رابيد تيست قبل مباراه الاتحاد السكندري. لكن بشكل عام يا امير بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، لعيبتنا مركزه بشكل كبير جدا، مباراه الاتحاد السكندري محتاجه مجهود كبير طبعاً. والاهم من كده جمهور النادي الاهلي لازم يكون ورا لعيبه النادي الاهلي، التكاتف في المرحله القادمه ده امر مهم جدا، بنراهن على جمهور النادي الاهلي اللي عنده وعي كبير جدا للمرحله القادمه، كل اللعيبه عندها هدف، هنحافظ ان شاء الله على بطوله على لقب بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله كاس مصر، وان شاء الله بقى الحلم الكبير ان شاء الله كاس العالم للانديه اللي باذن الله لعبتنا تكون فيه على قدر المسؤوليه ونعمل شكل كبير، ومفيش يعني حاجه كبيره على ربنا باذن الله ان احنا نكون ان شاء الله من ثلاثه اوائل او ناخد البطوله باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كريم سريعا سريعا عايز اعرف في برنامج الفريق حتى موعد المباراه باذن الله. مستمره طبعا التدريبات، انت عارف يعني يمكن نقدر نقول بكره التمرين تجمع الساعه 2 ثم 3 عصرا هيكون للتدريب، ومن بعدها مباشره الى معسكر مغلق كعاده فريق النادي الاهلي استعدادا للمباراه اللي هتكون في استاد الاهلي يو السلام. الفندق قريب جدا كالعاده طبعا، الكابتن سعد عبد الحفيظ وتنسيقه المستمر على قرب الفندق من الاستاد الاهلي يو السلام. طبعا اكيد كنا بنتمنى زي ما بقول لك امير مباراه الزمالك تكون متواجده، لكن حساباتها خلاص انتهت بالنسبه للجهاز الفني، والحسابات الجديه جدا لمباراه الاتحاد السكندري، مدير فني على اعلى مستوى زي ما احنا عارفين، وايضا كمان بيتسو موسيماني مركز بشكل كبير
جدا اتكلم مع اللعيبه، ركز على الانطلاقه وركز كمان بشكل كبير جدا على النادي الاتحاد السكندري. عنده لعيبه مميزه جدا، عندهم سرعات، عندهم مجهود كبير، لكن زي ما بناكد كل مره امير بشخصيه النادي الاهلي وبالجديه والحماس واصرارنا الكبير اللي بنشوفه في التدريبات ينعكس علينا ان شاء الله في المستطيل الاخضر، ويستطيع النادي الاهلي انه يحقق 3 نقاط يساعدوه بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام والاداء اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش عقب مران الفريق اليوم واستعدادا لمباراه الاتحاد السكندري. كده اتكلمنا على كل التفاصيل اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لكن لسه تفاصيل الفرقه ما خلصتش واخبار الفريق على السوشيال ميديا كمان ما خلصتش، بالتالي هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نشوف ترند الاهلي في النهارده. يلا